تكون فاقس موجودين بالسبيرز واللوبس، عشان هيك بدي اعرف انه السايتوبلازم بشكل اساسي ديفريز وين بشكل اساسي؟ انت اوفم بطل ديفريز وين؟ بالسبير. ليش؟ لاير الموفمنتس مين الجيرنال تبعته اطول رحله تبعته؟ السبير صح؟ فانا بحاجه اني اقلل السايتوبلازم عند السبير وازيد وين؟ عند اللوبس. اوكي؟ فالسايتوبلازم ان سبير عمل ديكريز، لكن ان اوفم انكريز. اما بالنسبه للنيوكليوس فهي شو السبب بشكل اساسي للتو بارتس؟ عرفتوا المايتوسيس والمايتوسيس؟ عرفتوا يعني؟ النيوكليوس تحدث او تخضع لايش؟ لمايتوتيك ديفيجن. فانا بدي اعمل ريديوسنج للنمبر اوف كروموسوم من دبلويد نمبر من 46 كروموسوم الى 1 بسموها هابلويد نمبر من 23 كروموسوم. كمان مره في عندك تو تايبس اوف ديفيجنز، مايتوتيك ديفيجنز هذول فور سوماتيك، يعني انت بس تنجرح بيرجع الجلد يتكون ويسكر هذا مايتوتيك ديفيجن. لما تتصاب بمكان في المسلز يصير في عندك اصابه والمسلز ترجع تبني هذا مايتوتيك ديفيجن، يعني الخلايا بتعطي نفس الخلايا نفس الصفات تبعاتها. اما الميوسيس تحدث اونلي ان 6 سيلز، منهم يعني سبيرم اند اوفم. اوكي؟ فانا بتاخذ العدد من 46 ل 23 مين اند فيميل. اوكي؟ طيب عرفنا اول سلايد عن ايش نحكي؟ بنعمل البروتكشن للسبيرم. انت مين تحديدا باي جونات عند الميل؟ تستس. وانت فيميل؟ نبدأ بمرحلة تكوين السبيرم إمبلامير ونسميها سبرماتوجينيسيس. للبروسيس يعني بشتغل عليها في تكوين هاي السبيرم شو بسميها؟ سبرماتوجينيسيس. طيب سبرماتوجينيسيس اكزاكتلي. الخلية الأولية الموجودة عند الميل في عملية تكوين السبرماتوجينيسيس شو بسميها؟ ريمنتر ميل جيرم سيل أو سبرماتو ايش؟ غونيا. إذا أول خلية تبدأ في تكوين السبرم شو بسميها؟ سبرماتو غونيا. بعدين هاي الخلية بعملها ترانسفورم عشان أحولها لإيش؟ لسبرماتوزا اللي اسمها ايش؟ السبرم تحديدا. أوكي؟ إذا في البداية في عندي الخلية الأولية في تكوين السبير اسمها سبرماتوغونيا، بعدين تخضع لعدة عمليات من الديفيجنز وتتحول ثاني إلى إيش؟ سبرماتوزا أو السبير. طبعاً وين حكينا في التستس تحديداً بتصير عملية البرودكشن أوف سبيرمز؟ وين؟ في السيريز بلس فيوز بتحكي بشعر كثير، حطيت الشعر بارانجيمال سيلز انترستيشال سيلز and tissues and عندي seminiferous tubules والseminiferous tubules يحكوا على two types of cells منهم سيرتول سيل وسبرماتوجينيك سيل. شو وظيفتهم هذول جوا seminiferous tubules؟ production of sperm. فبدي اعرف انه the primary sex organ male هو التستس ويحتوي على مصنع اسمه seminiferous tubule في two types of cells سيرتول سيل and spermato جينيك سيل. شو فانكشن لهم؟ فالسايت تحديدا وين؟ اوكير في السيمينيفروس تيبيولز اوف ديستس فروم متى ببلش هذا الشيء؟ كيوبرتي من البريتي تحديدا لا اول ايج. تمام؟ اوكي؟ اذا بدايه تشكيل السبير بتبلش هي من البريتي حتى وين؟ الاول ايج. طبعا بدي اياك تعرف حاليا هلا اشرحه السبرماتوجينيسيس كم ستيج له؟ 4 ستيجز وفاينلي جيف هاو ماني سيلز؟ 4 يعني بخضع ل 4 ستيجز بعمل التطور وفاينلي لازم يعطيك 4 خلايا. تمام؟ نبدا بهي الصوره هي بس سريعا هي عندي تستس هي العمل كروس سيكشن هي عندي السيلز كثير عندي السبرماتوجينيك سيل المسؤولين عن production of sperm طبعا هذا histological section للسبرماتوجينيك سيل inside the testis. تمام؟ طيب لما حكينا كم
state this verb to Jesus. For the state. Find it as not to Adam Khaliyya. For أتينا الخلية الأولية في عملية تكوين السبير شو اسمها؟ اسمها برايموديا جيرسل نحن معنا الكروموسومات فيها هاي الخلية تخضع إلى مايتوسيس ايش تخضع؟ إلى مايتوسيس تعطيني كم من سيل؟ كل خلية كم فيها؟ 4 cells. إذا عملية المايتوسيس حصلت على هم اللي سيل 4 cells. أوكي. سيل نمبر كروموسوم. يس. اللي هم 4 D6 أو 2. بعدين بس خلية واحدة. 1 cell. بصير لها growth. أوكي. increase size لها. only 1 cell من 4 cells هذول الدوتر. هاي الخلية شو بسميها؟ primary spermatocyte. Ich will nicht, soll ich mir in die Haare. Nein. Ich will nicht.
مسج الريكورد انا صوتكم طالع germ cells.
Primary
Magic Division. First name. Second
بشكل اساسي.
will do the S. Q1? Yeah? If you avoid that S, you will Q now 7. The main cover that you avoid that is Q now 7. Around min command, min here in the primary or outside. شو مثلا في هاي الخلية؟ بسميها برايمري ايش؟ فوليكل. شو بسميها؟ برايمري فوليكل بشكل اساسي. اذا اول مرحلة مراحل تكوين الفوليكل بتكون عبارة عن ايش؟ برايمري والشمس سيل بلازمز. بعدين بتحولوا الى شكل مكعب بشكل شو بسميه؟ كيوبويدال. فبتحول هاي الخلية من برايمري فوليكل لايش؟ لبرايمري فوليكل. لا ابيثيوسيس بعدين تحولت لا كيبورد شو الشيب اوف سيل كيبورد شو صار له السنس صح وعملوا لي بعدين نوع السنس انسايد ويت البام ران روزا سيلز شو فرزوا سلايد بروتين عملوا لي زين كفرين اراوند برايمر اوسايد شو اسمه زونا بيروسيس outside the primary follicle. شو عندي؟ connective tissue. Deca cells. شو اسمه؟ Deca cells. طيب. Did you want? Here. هدول الجرانيولوزا cells اللي هم امامك هنا. رح يعملوا secretion للفلويد. هاي الفلويد رح تعمل الكونتراكت للبرايمري اوسايد لسايد الخلية يعني طرف الخلية. شو بسمي هذا الكافيتي الناتج عن هاي الفلويد؟ بسميه فوليكيولار انتروما.
شو اسمه؟ فوليكولار اندروم بشكل اساسي. لما يبلش عندي تكوين الفوليكولار اندروم يغير اسمها البرايمري فوليكل لايش؟ سكندري. سكندري فوليكل. فهي هاي بسميها سكندري فوليكل. شو اجزاء السكندري فوليكل؟ عندنا هي جرانولوزا سيل عملت سكريشن للفلويد وعملت كوتشنج للبرايمري اوسايت السايد اوف سيل فنتج عندي كم شو اسمه؟ follicular antrum outside secondary OOS secondary follicle here في عندي connective tissue شو اسمه هذا connective tissue vicus تمام شو بتعمل vicus again تمام مرة البداية for what حكينا البرايمري أوصال أول نوع من أنواع الفوليكل شو اسمه primary shape of cell بعدين تحول ايش؟ كيفايدنس الكيفايدنس يعمل لي ايش؟ برايمري فوليكل هذا الكيفايدنس بعدين بتحول لماني ايرس السل الجوات شو اسميها؟ جرانولوزا سل وظيفة السكريشن ايش؟ جرانولوزا بروتين بيعمل لي ايش؟ زونا فيروسيتا تمام؟ اوتسايد برايمري شو في عندي؟ حكينا البرايمروزا سيل سيكريت فلويد وبتعمل بوش للبرايمر اوسايت سايد اوف سيل وبتنتج منها كافيتي شو اسمها الكافيتي؟ فوليكولار انتروم فشو بسمي هاي الفوليكل كامله؟ سكندري فوليكل سكندري فوليكل هسا السكندري فوليكل بدي احولها لايش؟ لماتشور جرافيان فوليكل هي ماتشور جرافيان فوليكل شو أجزاء الماتشور جرافيان فوليكل؟ هاي طبعاً إيه؟ بيسمنت ممبرين تكون موجود هنا في هاي المنطقة أيضاً إيه؟ جرانولوزا سيل وعندي فيكا سيل تنقسم إلى تو لاير أوتر لاير بسموها فيكا إكسبيرنو هي فايبروس وإنر لاير شو بسموها؟ فيكا إكسبيرنو هي عبارة عن إيش؟ فاسكولار كمان مرة لما احول السكندري فوليكل الى ماتشور فوليكل بدي اتعرف على السبيسيفيك فيتشرز تبعهم حكينا في البدايه عندي بيسمنت ممبرين وعليهم مين جالسين؟ الجرانولوزا سيل بالاضافه انه الثيكا سيل تنقسم الى كم لاير؟ تو لايرز اوتر لاير اسمها ثيكا اكسترنال تعتبر فايبروس لاير والانر لاير شو بسموها؟ ثيكا انترنال بشكل ايش؟ اساسي وتعتبر ايش؟ فاسكولار لاير هي نوع السل برايمري ولا سكندري اوسايت؟ بالاطراف الفوليكل عندك سكندري اوسايت سكندري وليس برايمري البرايمري وين حتى موجوده؟ السكندري بالاطراف الفوليكل عندك سكندري اوسايت طبعا محاطه بزونا فيروسيتا واراوند ويت لها السلز بسميهم كيوميلس وفور السلز اراوند السكندري اوسايت فمهم كثير تعرف الفيتشرز والستركتشرز اللي موجوده بالجراف الفوليكل اول شيء الجراف الفوليكل صغران بنلاقي نوع من انواع الاوسايت السكندري اوسايت حوالين السكندري اوسايت في عندي زونا بروسيتا وكيوميلس وفورس في عندي بيسمنت ممبرين لهي الفوليكل وعليها جرانولوزا سيل وكونكتيف تيشو اسمه ثيكا سيل ينفصل الى هومن لاير الاوتر اسمه فايبروس والانر فاسكولار بعدين هاي الفوليكل شو بتصير فيها؟ بدي الفالويشن الهارد شابتر شو بتصير فيها؟ شو؟ لو صار لها هارد شابتر شو بتصير اسمها؟ كوربس لوتيوم شو بتصير اسمها؟ كوربس لوتيوم والكوربس لوتيوم بعد الهارد شابتر له جزء يا كوربس لوتيوم ريليتد ذا نو فيرتلايزيشن او فيرتلايزيشن اذا ما كان في عندي فيرتلايزيشن هاي شو بسميها بشكل اساسي؟ بسميها كوربس البيكم يعني بسبب الديجنريشن رضوء الخاص ما في داعي اما اذا صار عندي فيرتلايزيشن بسميها كوربس لوتيوم اوف بريجننسي واي لانها تصير عمليه سكري للبروجستيرون اند ريلاكسنج هرمون فعندي الجرافيان فوليكل لها جسمين بعد الرابتشر استراحه بسميها كوربس لوتيوم اذا صار في عندي فيرتلايزيشن بسميها كوربس لوتيوم اوف بريجننسي واي اللي راح يصير سكريشن بروجستيرون اند ريلاكسين هرمون اما اذا ما صار فيرتلايزيشن
بشكل اساسي راح يصير عندي ايش؟ دور ماس ارجمنتس راح اسويها ايش؟ دي جنريشن والشيب طبعا كلها راح يكون هي هذا الشكل. هذا الشكل الدور ماس دوز. اوكي؟ قسمنا هذا كم جزء؟ جزئين. طبعا الدور ماس دوز كم هي نتيجه الرابشر لمين؟ 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 بشكل اساسي. واضح؟ تمام؟ Thank you.